مذهب عزيز غني عن التعريف ورجل معروف لكم جميعا، اولا بوصفه وزيرا سابقا للصناعه، كما قلنا نجري جلسه حواريه اخرى في المجال السياسي لكي تقود الامور اولا. والاجابه عليها لدى من كان على تماس. الحقيقة المفهوم الصناعي لدى الكثير غائب جدا خلال الفترة من 2003 إلى 2020. للأسف هم دمجوا الخاسرة مع الرابحة فخسروا. كل الشركات العاملة في وزارة الصناعة والمعادن الوزير عنده كل الصلاحيات، عنده كل الإمكانيات العامة. المواطن يطلع يشوفكم معنا السكر، تشوف تقطع والإعلام معاه. اليوم تشرفنا بلقاء في حوار حقيقة في مركز الرجل المجتمعي حول مستقبل الصناعة وما تعرض له الصناعة خلال الفترات الماضية، وخصوصا في محافظة نينوى، وما مدى تأثير هذه الأحداث على المستقبل الصناعي والتجاري في نينوى. الحمد لله أوضحنا بالوثائق الكثير من النقاط وبعض المواضيع التي كان هنالك فيها لبس، وأيضا أعطينا فكرة عما تم إنجازه خلال المرحلة التي تسنمنا فيها وزارة الصناعة والمعادن. اليوم الموصل لا يمكن أن تكون مدينة مثلا صناعات ميكانيكية أو بتروكيميائية، لأنه المواد الأولية بعيدة عنها، وهذا يحتاج نقل ويحتاج هذه مؤثرات كبيرة جدا لوجستية. أعتقد الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، والصناعات ممكن أن تكون الجلود، النسيج وغيرها من هذه الصناعات تكون صناعات جيدة ومفيدة للمنطقة، وممكن أن تكون تغذي العراق كله. نحن كمواطنين نلاحظ أن صناعات العالم تغزو أسواقنا، ونسعى لأن يكون لدينا بصمة عراقية، بصمة وطنية في مجال الصناعة، في مجال الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات. نحاول أن نبحث عن الأسباب ونسأل المسؤولين ومن لهم علاقة بذلك عن كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق باتجاه تقديم تنمية ومستدامة في المجتمع العراقي. هذه الجلسة واحدة من هذه المحاولات. طرقت الجلسة إلى عدة تفاصيل عن دور وزارة الصناعة في زمن الأستاذ منهل الخباز من سنة 2020 إلى سنة 2022، وكذلك تحدثنا كغرفة صناعة نينوى على الأعمال المشتركة والتعاون الذي حدث بين الوزارة وبين غرفة الصناعة واتحاد الصناعات العراقي. كذلك هناك كثير من الأسئلة توجهت إلى الأستاذ منهل وإلى غرفة الصناعة وإلى الملحق التجاري بخصوص المدينة الصناعية النموذجية التي هي من المزمع أن تكون تحت تنفيذ وإدارة الجانب التركي، وهناك لجان تشكلت حديثة، وستكون هناك زيارة إلى معالي وزير الصناعة الحالي الدكتور خالد بتال لتنفيذ العقود والنقاط المشتركة التي اتفقوا عليها، وإن شاء الله مدينة صناعية نموذجية في الموصل سوف تكون من ضمن هذه الزيارة، وإن شاء الله سوف تدخل حيز التنفيذ بعد توقيع العقد. أهم المواطن في محافظة نينوى أن يتحدث معالي الوزير عن ما حصل في نينوى في معمل السكر، معمل الأدوية، معمل الألبان، معمل السمنت، معمل المحاليل. أعطى الوزير شرحا وافيا عن هذه المعامل وما عانتهم مشاكل وما تسببت من إخفاقات في العمل. يقول أنه مثلا مصنع السكر يحتاج إلى 130 مليون دولار، فماكو إمكانية أنه يجي مستثمر مثلا ينطي 130 مليون أو يضع 130 مليون في محافظة نينوى. أما فيما يخص موضوع سمنت بادوش، رسالة إلى الأخوان النواب والمسؤولين في محافظة نينوى، ما زال هناك من يريد أن يعطي معمل التوسيع الجديد استثمار مرة أخرى بعد أن أعطينا السابق، ونحن نقول نتمنى أن يبقى المعمل بأمرة أهل محافظة نينوى أو المسؤولين في محافظة نينوى الذين كلهم حصلت موافقتهم على أن يبقى المعمل بأمرتهم ولا أن يعطي استثمار مرة أخرى كما حصل في السابق.